والاكيد كذلك ان بلاتفورم ديشانج دو روكيت دو ميموار اون ماتيير سيفيل استعمالها من طرف سيدي فعليا من ربح الوقت سوف يتم وضع هذه الأرضية لتمكين المحامين من تسجيل عرائضهم سواء على مستوى الاستئناف في المجلس والتبادل يتم خارج الجلسات تحت إشراف قاضي على مستوى المجلس اللي هو المستشار المقرر إلى غاية الوصول إلى جلسة المرافعات والرجوع إلى الجلسات الكلاسيكية. هي عملية تطلب عدة مراحل بدءا من الدفع الإلكتروني إلى غاية التسجيل ثم التبادل إلى غير ذلك. كل هذه الأمور سوف يتم التكفل بها في إطار الأرضية الرقمية الجديدة. التعديلات التي تقع حاليا فيما يخص قانون إجراءات المدنية والإدارية سوف ترى النور عن قريب إن شاء الله، وننطلق في هذه الطريقة الجديدة أو الإجراءات الجديدة التي سوف تسهل كثيرا وكثيرا بكثير مهمة المحامي في ممارسته اليومية لمهامه كمحامي وتقارب يعني المتقاضي من القضاء.